والآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو النهب المسلح داخل الخرطوم. للوهلة الأولى عندما تشاهد اقتحام لصوص مسلحين لسوبر ماركت الإحسان في شنبات بالخرطوم بحري تظن المشهد في تكساس. مسلحون ببنادق آلية يقتحمون السوبر ماركت وينهبونه تحت تهديد السلاح، بينما حركة السير في الشارع الذي يطل عليه المحل التجاري كانت ما تزال نشطة. هذه المشاهد مؤكد أنها ستدخل عدم الطمأنينة في قلوب الناس، ونأمل أن تتمكن الشرطة من وضع يدها على مرتكبي هذا النهب المسلح بأسرع ما يمكن ليكونوا عبرة لكل من تسوي له نفسه ضرب أمن وأمان السودانيين. نتابع من الفيديو نتابع الذي حدث في السوبر ماركت. يعني أنا قادر أتخيل طبعا الناس اللي كانوا داخل السوبر ماركت والأذى النفسي اللي تعرضوا له، والظاهر في آخر الفيديو أنه في شخص أصيب في الموضوع. المقطع والفيديو طبعا من كاميرات المراقبة في سوبر ماركت الإحسان. يعني مظاهر كانت ما شبه ما موجودة بالشكل ده في ولاية الخرطوم، والآن أصبحت تظهر بشكل كبير. للتعليق حول الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف العميد الدكتور عمر عبد الماجد المتحدث باسم الشرطة. أهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله. السيد العميد، يعني نعلم أن الأمر ما زال في طور التحريات، ونعلم أن لا يمكن الإفصاح عن كثير من المعلومات حول الأمر، ولكن حتى نطمئن السادة المشاهدين لابد أن نسمع صوتكم ولابد أن نعرف ولو قليل من المعلومات حول الأمر. خلينا نبدأ أولا بالمعلومات حول هذه الجريمة. نعم، شكرا جزيلا لهذا البرنامج الهادف ولهذه المداخلة التي بالتأكيد عدد كبير من المستمعين ومشاهدي قناتكم 24 سودانية يدعون لسماع تفاصيل حول الحادثة وحول حوادث ربما تكون تخل بالأمن والطمأنينة العامة. نعم. كما ذكرت أو تفضلت في حديثك بأنه هذا المشهد يبدو كأنه يعني خارج السودان، باعتبار أنه تعتبر هذه جريمة سطو مسلح، وبالتالي هي ربما تكون دخيلة على السلوك الإجرامي حتى في السودان، وبالتالي هي تحتاج إلى وقفة ومراجعة، وهذا ما يتم وتم فعليا. وتعاني منها أيضا دول في حجم كما تفضلت بالتمثيل بأن مثل الولايات المتحدة التي تفخر بالتأكيد بإمكانيات ضخمة، ولكن الرسائل التي نحب أن نوجهها للجمهور أنه الجريمة بالتأكيد هي ظاهرة اجتماعية موجودة وستظل، ولكن في المقابل الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون تسعى بجهود مضنية وكبيرة جدا للحد منها ولبترة وللوقوف عند هذه الظواهر ربما تكون اللافتة. فالآن كما تفضلت أيضا وبوعي إعلامي كبير أن هذه القضية بالتحديد في طور التحريات والتحقيقات، وتبذل فيها جهود مبشرة بإذن الله، وستضع بإذن الله إضاءات محددة حال النهو منها. نعم. وربما يمكن المشاهدين اطلعوا أيضا على حادث مشابه بأسلحة بيضاء في أحد محلات الهواتف الجوالة، وتمكنت الشرطة تحديدا شرطة ولاية الخرطوم التي تقوم بمجهودات كبيرة ومضنية في الكشف عن الجناة وتقديمهم لمنصات العدالة حتى ينالوا الجزاء العادل. نعم. أيضا هناك بعض المظاهر لسرقة سيارات ربما تنامت في الفترة الأخيرة، وهذا أيضا يحتاج إلى تضافر جهود فيما يتعلق بالتأمين المبدئي للمواطنين لمركباتهم وممتلكاتهم بصفة عامة، ثم تطلع أجهزة إنفاذ القانون الممثلة في الشرطة في باقي الأعمال التأمينية والاحترازية والوقائية والكشفية في حالة حدوث هذه الجرائم لا قدر الله. لكن أطمن الجمهور الكريم بأن هناك خطط وهناك برامج مكثفة تتمثل في أطواف ليلية بكثافة عالية في أرجاء العاصمة ومناطق التي ربما تمارس فيها بعض هذه الأفعال، تتمثل في دوريات والأطواف الليلية وفي الارتكازات وعربات النجدة وحتى السواري على مستوى الأحياء. وتم تنشيط هذه الفعاليات بشكل كبير وملحوظ، ونتوقع أن تعود بمردود أمني إيجابي للمواطن الذي يعني يستحق أن ينعم بالأمن. نعم، سيد العميد، يعني ألا تعتقد أن هذا تطور كبير حتى في شكل الجريمة الآن في السودان بصورة عامة وفي ولاية الخرطوم بشكل خاص؟ هل الوضع السياسي الموجود الآن في البلاد ووضع التغيير الذي حدث في البلاد هل يؤثر بشكل أو بآخر؟ كأنما المجرمين أصبحوا أكثر جراءة في هذه الفترة، هنالك انتحال حتى لشخصية الرجل النظامي بصورة كبيرة جدا كانت في الفترة الأخيرة، يعني كيف تفسر الأمر وهذا التطور في شكل الجريمة نفسها؟ نعم، أي محاولة لإنكار أن هناك تطور لافت في الشارع على كافة الأصعدة والمستويات ربما يجافي الحقيقة. نعم، هناك تحول، هناك بعض الإفرازات السالبة، هناك بعض الأنشطة للخارجين عن القانون، ولكن كل هذه المسائل مرصودة، كل هذه المسائل تواجه وتتواجه مزيد من الضبط وحكم سيادة القانون. لن نسمح في الشرطة بأي تفلتات، لن نسمح بأي ممارسات تغلق المواطن الكريم وتضجع مضاجعه. كما ذكرت لك أن هذه المظاهر اللافتة التي نؤمن على أنها فيها شيء من نحن ما عاوزين نقول التطور، ولكن ربما انحراف نوعي في تعاطي الجريمة، ولكن نؤكد يقظة الأجهزة المعنية والوقوف بالمرصاد لمثل هذه الظواهر وحسمها بإذن الله. نعم، سيد العميد، يعني قديما يقال أنه الجريمة دائما متقدمة بخطوة على الأجهزة الأمنية، الآن في حديثا أصبحت الأجهزة الأمنية تسعى لأن تكون متقدمة بخطوات على الجريمة وحتى اكتشاف الجريمة قبل حدوثها. يعني الآن أيضا دعني يعني لو سمحت لي أن ألاحظ أو أقدم ملحوظة أن هنالك دائما شرطي في السوبر ماركت في المراكز التجارية يعمل عمل الحارس، وهنالك أيضا شيء من التحفظ حول وجود شرطي في كل مركز تجاري، ولا تستطيع حتى الدولة أن توفر شرطي لكل بقالة وسوبر ماركت. فما العمل في مثل هذه الظروف وكيف تقابل الشرطة هذا التطور بتطور آخر يعني يقابل هذه الأعمال؟ نعم، بالتأكيد هذه الجدلية موجودة فيما يتعلق بالتفوق أو التقدم أو مسألة التنافس في التقدم في مجال الجريمة وأجهزة إنفاذ القانون. وكما تتطور الجريمة أيضا تتطور أجهزة إنفاذ القانون، ومسألة وجود شرطي في كل موقع أو في كل مكان يأتي في الحادثة السابقة هي تعتبر من سبيل الخدمات الخاصة التي تقدمها الشرطة لطالبيها بشكل خاص وبشكل طوعي، ولكن نحن لا نعول على ذلك كثيرا. نحن نعول على كما ذكرت لك مسألة الدوريات، مسألة فتح خطوط مع المواطن. المواطن الآن لديه خط النجدة 999 أو 399، وهو خط مجاني ومفتوح على مدار الساعة، لأن مسألة الأمن مسألة عالية تكلفة التشغيل فيما يتعلق بتوفير أجهزة الشرطة في كل مكان، ولكن تتاح أجهزة التواصل. هناك الأقسام منتشرة بتوزيع جغرافي على مستوى الأحياء. أيضا كما ذكرت لك مسألة الاتصال بالنجدة في وقت حدوث هذه الخروقات حتى تتمكن القوات من الوصول في الوقت المناسب. وللفائدة أن هذه الحادثة أيضا عقب وصول قيادات رفيعة على مستوى شرطة ولاية الخرطوم وأجهزة الأدلة الجنائية والكلاب الشرطية والمعينات الفنية بشكل مكثف بغية الوصول للجناة. بالتالي نحن نراهن على وعي المواطن، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الشرطة لحصار هذه الظواهر وحسمها والنهوض. نعم، تحدث سيد العميد عن توزيع جغرافي للشرطة في المناطق المختلفة. تقريبا يعني عند الطلب كم من الزمن يمكن أن تحتاج الشرطة للوصول إلى مكان الجريمة؟ نعم، بالتأكيد هناك معايير دولية موضوعة لأزمان قياسية للوصول. الآن النجدة توزع ارتكازاتها بحيث أنها تضع في زمنها وصول في توقيت سابق كان يقدر ب5 دقائق للوصول إلى مكان الحادث، ويتم توزيع هذه الدوريات والأقسام. كل هذه المسائل معمولة بنظام ونظم جغرافية للوصول في الوقت المناسب. ربما من وقت لآخر تحصل بعض التجاوزات لأسباب أخطاء بشرية، لأسباب خارجة عن الإرادة، ولكن هذا لا يقلل من أن المعايير هي موضوعة، فإذا صاحب ربما سوء في التنفيذ هذا لا يعود إلى خطأ في النظرية. هذه الأقسام كما ذكرت لك ويلاحظها المواطن ويتعامل معها بشكل يومي، هي موجودة بتوزيع جغرافي محدد. هناك دوريات للنجدة مرتكزة في مناطق بعينها وتم توزيعها أيضا بأسس ويتم متابعتها بواسطة أجهزة التتبع الآلي، ومعروف الآن مواقع تواجدها وسهولة الوصول إليها وسهولة أن تصل إلى مواقع الحوادث لا قدر الله. نعم، في هذه الحادثة هل هنالك مصابين؟ يعني ما هو شكل الإصابات؟ لاحظنا في نهاية الفيديو أن أحد العاملين في السوبر ماركت أصيب، فما هو شكل الإصابات؟ هو تعرض حقيقة أحد الأشخاص في هذه الحادثة إلى إصابة، ولكن بفضل الله يعني تم إسعافه وحالته مستقرة، نسأل الله له تمام العافية، ونسأل الله أن يجنبنا مثل هذه الحوادث والتي كما ترى هي تحدث بشكل يعني غدري ومفاجئ، ولكن هناك عديد من الاحترازات وهناك عديد من المراجعات ستصاحب بإذن الله هذا الحادث بغية عدم التكرار بإذن الله. نعم، سيد العميد اسمح لي أن أستغل وجودك معنا في هذه القضية وأسألك عن قضية أخرى، قضية التاجر محمد صديق إبراهيم. يعني ما هي ملابسات هذه القضية؟ وأيضا هنالك حديث أشيع حول أن مستشفى الرباط لم يصدر أورنيك 8 وتقرير وفاة بالحيثيات وبقى الجثمان بالمستشفى ل3 أيام، هل هذه المعلومة صحيحة؟ وبصورة عامة لو أطلعتنا على القضية. القضية حقيقة أصدرنا فيها بيان استوفى كل هذه المطلوبات ووضح هذه التفاصيل، أصدرناه ونشر في كل الوسائط الإعلامية والصحف، والآن القضية بكاملها تحولت إلى بإشراف النيابة للتحري وتم التحفظ على المتهمين في هذا البلاغ. نعم، بكل تأكيد طبعا هنالك إشادة واسعة خلال تواصل مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص بيان الشرطة الذي صدر بهذه الحادثة، فيما يخص طريقة تعامل الشرطة مع هذه الحادثة. يعني يلقى الأمر ردود أفعال جيدة وإشادات كبيرة، وطبعا نتمنى دائما أن تواصل الشرطة السودانية على هذا النسق. أيضا بصورة عامة هنالك حديث عن تجاوزات لبعض رجال الشرطة في طريقة التعامل أو التعدي على حقوق المواطن بشكل أو بآخر، كيف تنصح المواطن في حالة تعدي رجل شرطة؟ وهذا أمر خاص وهذه السلوكيات تصدر من بعض رجال الشرطة هنا وهناك وبين فترة وأخرى، كيف ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها للمواطن في حالة تجاوز رجل الشرطة تجاه المواطن؟ نعم، يعني أريد أن أقول قولا واضحا فصلا في هذا الأمر، نحن نرفض بشكل قاطع وحاسم أي تجاوزات على حقوق المواطنين أو أي انتهاكات لحقوق المواطنين. الشرطة جهاز إنفاذ القانون، وبالتالي هذا القانون والتشريع كفيل بحماية وصون كرامة الإنسان في المقام الأول، بالتالي أي تجاوزات نحن نقابلها بحسم كامل وبات، والدلائل والشواهد على ذلك كثيرة في مناسبات عديدة. المواطن محتاج أنا في تقديري في المقام الأول إلى مسألة تثقيف ذاته فيما يتعلق بمعرفة حقوقه القانونية والاطلاع على حتى القوانين، وهي متاحة الآن كما هي المعرفة متاحة لكل الراغبين، أن يطلع بمعرفة حقوقه التي كفل له القانون، ابتداء حتى حالات الاحتيال أو الانتحال الشخصية أو ما إلى ذلك. هي مسائل أيضا تحتاج إلى وعي المواطن. المواطن من حقه تماما أن يطلب من الجهة التي أمامه والتي تحاول أن تسأله أو تستفسر عن شيء بأن يبرز هويته، وهذا حق مكفول للمواطن ويتمسك به، وحتى يطلب أن يعني يذهب إلى القسم باعتبار أنه دائرة أوسع إذا كان هناك تحريات، إذا كان هناك اشتباه. لكن في المقابل إذا تم إبراز الهوية على المواطن أيضا أن ينصاع لرجل الشرطة فيما يتعلق بموجب القانون. كل هذا الكلام بموجب القانون، هذه ليست أعراف وليست رجعات، ولكنها متاع المنصوص عليها في القانون. إذا هناك اشتباه معقول، إذا هناك سؤال عن أي ظاهرة أن يقدم المساعدة، هذا منصوص عليه بموجب القانون. نعم. فإذا أدركت الحقوق والواجبات أنا أعتقد أننا لن نعاني من هذه المسائل. ولكن إذا تعرض أي مواطن فمن حقه أن يوصل شكواه أو التقاضي إلى مراحله، ونحن من جانبنا سنعمل القانون، فليس هناك كبير على القانون كما يقولون. نعم. سيد العميد، أيضا لو سألتك عن طريقة الاعتقال أو التوقيف للمواطن، يعني أيضا هنالك امتعاض أحيانا في الطريقة التي يتم بها توقيف المواطن في حالة توقيفه، وطبعا كل القوانين والأعراف السودانية سواء كانت أو الدولية تنص على أنه يجب أن تتم هذه العملية بناء على حفاظ على كرامة الإنسان، وأن تتم بطريقة محترمة. في هذه الحالة أيضا ماذا تقول؟ وأيضا هنالك فيديو انتشر في يوم أمس حول مواطنين قبضوا على شخص متهم، ولكن في ظل وجود شرطي كان المواطنين يعتدون على هذا الشخص في وجود شرطي، مع أنه حتى المجرم يجب أن يتم القبض عليه بطريقة محترمة، يجب أن ينقل إلى القسم للتحريات بطريقة محترمة، ويجب أن لا يتعدى عليه أحد سواء كان مواطن أو نظامي، وهذا فعل القضاء يعني والفصل في 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 هذا الأمر. فحدث ذلك في فيديو تابعه الناس في مواقع التواصل الاجتماعي في وجود شرطي، حتى مقولة يعني أضحكت الناس، أنه كان يقول أنه ما تضربوا بالحديدة في رأسه، يعني ما مشكلة أضربوا، ضرب الكتة تضرب فيه، لكن بس تحديدة ما تضربوا بالحديدة في رأسه. فكان أمر غريب، يعني لو تعلق لنا على هذه الحادثة. هذا سلوك كما ذكرنا ابتداء مرفوض، هناك قواعد وهناك تجاوزات للقواعد، ويتم حسمها بموجب القانون وبموجب التشريعات الموجودة. مسائل القبض فيما يتعلق بمسائل القبض أيضا هي مسائل القانون، كفل أن تتم بطريقة ابتداء تصون الكرامة ولا تقلل من الشأن الشخص. ولكن نفس القانون أتاح قدر من القوة المناسبة في حالة مقاومة القبض، فنحن لا نتصور أن يتم القبض على شخص متفلت ويقاوم أو شخص مسلح بطريقة ناعمة وما إلى ذلك. ولكن ابتداء كما ذكرت لك مسألة صون كرامة المواطن، يعني أنا لا أتصور أن يكون مواطن عليه أمر قبض وتطلب منه السلطات أن يتحرك معها بعربة أو بغيره وتعمد إلى ضربه. إن حصل هذا الأمر فهو كما ذكرت لك وأكرر أنه أمر مرفوض، وأمر تكفل له التشريعات والقوانين ولوائحنا الصارمة بالمحاسبة، وكل شخص يعني يتجاوز يتم محاسبته، سواء كان شرطي أو سواء كان مواطن. وهذه هي العدالة المنشودة والتي من أجلها الآن يقوم هذا التغيير والحراك الثوري المجيد. نعم. أشكرك جزيل الشكر العميد دكتور عمر عبد الماجد المتحدث باسم الشرطة، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك. الشكر ولقناتكم الرائعة. نعم، أشكرك جزيل الشكر. ونشيد بهذه الطريقة التي تتعامل بها الشرطة الآن مع الأمور، والبيان الذي صدر فيه توضيح كامل فيما يخص اتهام لبعض منسوبي الشرطة أنفسهم تجاه متهم آخر في قضية أخرى. نواصل معكم في دائرة الحدث بعد فاصل قصير وإلى موضوع آخر وقضية أخرى.